المكان مقر البنك العالمي في باريس. الاجراءات الامنية مشددة قليلا. الظاهر اقتصادي لكن بطن البنك عامر بالسياسة. اذ تحول الى مخبر لتحليل الرمال الموريتانية المتحركة. الاتحاد الاوروبي وجها لوجه مع الحكومة الموريتانية التي تمخضت عن ذلك التحرك العسكري او الانقلاب. 4 ساعات كانت كافية للوصول الى طريق مسدود، لكن تم الاتفاق على ضرورة ايجاد طرق اخرى، وسيجري الاتحاد الاوروبي حوارا في نواكشوط مع كل الفعاليات بما فيها الرئيس المخلوع المعتقل. يبدو لنا طبيعيا وشرعيا ان نستمع الى من اخذ الحكم بطريقة عسكرية، وسنستمع ايضا للرئيس وبقية القوى الموريتانية. ومن دون العودة الى وضع دستوري فانه من الصعب بل من المستحيل ان يخلص الاتحاد الاوروبي الى نتائج ايجابية. الضغط الغربي مستمر على اصحاب التصحيح او الانقلاب او العملية الجراحية. الوضع واحد وان تعددت الاسماء، فمن هم في السلطة اليوم مطالبون بترتيب البيت الموريتاني اكثر وتطويع مواقفهم. ويبقى الاكيد ان الرئيس المخلوع لن يعود الى كرسيه حتى وان اطلق سراحه، كما اكد ذلك الوفد الموريتاني في باريس. هل يمر بانتخابات حرة رئاسية وديمقراطية في اسرع وقت ممكن؟ وهل تقبلون بعودة رئيس محمد الشيخ عبد الله ولو لفترة؟ اعتقد قلت ابدا ولو لدقيقة واحدة. الوفد الموريتاني جاء يبرر حركته التصحيحية او انقلابه، وقد كان له في الشارع الباريسي انصار يقولون ان الوضع تردى في عهد الرئيس السابق، وان الامر ليس انقلابا بل انقاذ يستمد مشروعيته من الشعب. هو اصلاح وليس انقلاب. دعت له ظروف والاوضاع السياسيه والانحرافات التي اقترفت في زمن الرئيس سيدي محمد والشيخ عبد الله. في الشارع نفسه كان متظاهرون بنفس العدد تقريبا، ولكن لهم راي مختلف. مبرراتنا واضحه، لان الانقلاب جاء ضد الشرعيه، لان الرئيس الشيخ عبد الله رئيس منتخب انتخبه الشعب الموريتاني، والانقلاب انقلاب على الشرعيه الدستوريه والقانونيه على الرئيس المنتخب. كل قال كلمته والكرة تبقى في ملعب الحاكم الاول للبلاد. الانقلاب الموريتاني الذي يسميه اصحابه تصحيحا وضع على المحك الدولي، وبات ذلك التصحيح كما يقولون في حاجة الى تصحيح جديد ليعود الامر برمته الى الاطار الدستوري المقبول داخليا وخارجيا. عياش دراجي، الجزيرة، باريس.